المهم، اتكلمنا المرة اللي فاتت على مجلس الوزراء الأردني إن هو أصدر قرار بإن الحد والاثنين أجازة رسمية في البلد. شوفوا الجمال. برضو برجع أقول لكم، هو ملك الأردن ده مش مسلم يا جماعة، ده من العائلة الهاشمية، يعني بيعتبر الرسول من جدوده، يعني مسلم صرف أكتر منكم كلكم. شوفوا 14 طابع بريد عن حياة وآلام السيد المسيح أو فترة الصلب وأسبوع الآلام، كله 14. المملكة الأردنية الهاشمية اللي أنا حاطة عليها خط أصفر، إيه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده لما شبه لهم؟ ما هو ما بيؤمنش بشبه لهم؟ مش دي موجودة في القرآن؟ شبه لهم واعتبروني يهوذا هو اللي اتصلب. المتخلفين عقليا اللي بيقولوا كده، ملك الأردن مش عارف إن ده موجود في القرآن، ولا هو لأنه إنسان محترم وعارف يلجم. عارفين يعني إيه يلجم؟ يلجم الإرهابيين اللي عنده وممشيهم صح، بدليل ما فيش حاجات إرهابية بتحصل عنده، عارف إزاي يمشيهم صح، وعمل الطوابع هدية في أسبوع الآلام، لأن عنده يعني إيه مواطنة، بيتعامل يعني إيه إنسان، إنسان ملهوش دعوة بالدين، ما عندهوش المادة التانية في الدستور في بلده، ما عندهوش الكلام الفارغ ده، عنده يعني إيه الإنسان الأردني اللي تحت العلم الأردني، مسلم، مسيحي، بوذي، هندوسي، درزي، أي حاجة، كله مواطن أردني. لما أم الدنيا تبقى أقل من دول كتير، مش دي حاجة تحزن؟ لما أم الدنيا، اسمها أم الدنيا، تبقى شوية تراب في قائمة الدول، يا ريت تبقى كده كمان. للأسف للأسف